هذا البرنامج برعاية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبتين بكم مشاهدينا وين ما كنتم في ليبيا أو خارجها. حلقة جديدة وبداية أسبوع جديد نطلب عليكم من الأربعة ونص، ساعة ونص حتكون من أحلى الساعات بإذن الله ومن أحلى الأوقات اللي نجتمع فيها معاكم مع ضيوف مميزين ومواضيع مميزة. وكالعادة عندنا رعاة لبرنامجنا حمودة سنتر وأيضا ديرما لايف كلينيك وتاج مول، وأحلى تحية لملاك وإكرام. أهلا بك بشرة، مرحبتين بكم مشاهدينا اليوم في حلقة وبداية الأسبوع أكيد لازم تكون حلقة مميزة وممتعة جدا، ونرحبوا بإكرام. مساء الورد. مساء الورد أكيد والفل والياسمين، عليكم في حلقة جديدة تجمعنا بيكم من الأربعة ونص، وأكيد زي كل يوم أحد حلقة تكون لما فيها فقرات متنوعة وفقرات جديدة، ونبدو فقراتنا عن بشرة. عندنا بداية العناوين لليوم، عندي ولا عندكم؟ عندي أنا. يلا أوكي. أنا إداوة. طبعاً منظمة معاً لنبنيها تختار 20 سيدة ليبية أبدعوا في كل المجالات. واليوم مش حتكون في فقرة لايت. فرحانة إكرام، فرحانة. اليوم حنتعرف عليه فن ريزون مع المبدعة أكيد عبير الفرجاني. خليكم معانا وشوفوا، حنوريكم طبعاً حاجات اللي درناها محقة لفت. والله بقى حلو. واللي نحن ناخد منهم. تاخدي منهم؟ حاجة واحدة بس. ولحظة لهم انتي ولا حطعنك عليها. أنا حنتختخك في الأخير أنا. حنكلم السادة عبير الجميلة الحلوة الأمورة. شوف كلها باش تاخد الحاجات. في آخر محاورنا حنتعرفوا أكثر على الوعي وكيف نرتقوا بمستوى الوعي عندنا مع المبدع أكيد السادة نيروز أبو شعالة. احنا طبعا حنتواصلوا معاكم مشاهدينا وبتعليقاتكم على البث المباشر، وحنقروا كل مش كل كذابين، لا لا مش كل، احنا حنحاول نغطي يعني كل التعليقات جدا لدرجه انها تقول ممكن اقرا واحد اثنين ثلاثه، ممكن اثنين بس يعني ما تصدقوناش مش الكل، لان كل اصلا في كل حلقه يقعدوا حرجانين منا هم صراحه عندهم حق، فاحنا متاسفين للامانه. نحاول بقدر الامكان نغطوا اكبر عدد ممكن من التعليقات، ولكن تقدروا انكم انتم تتفاعلوا معنا بارسال تعليقاتكم عبر رساله نصيه 99599 ليبيانا، وان شاء الله يا رب نقدر نقروها في البث المباشر. نحاول اكيد حنقروها وناخذ بعض التعليقات المهمه منهم. طبعا يعني موضوع الدردشة عندك انت بدتي بيه اصلا، والله هسالكم على الموضوع مش المره دي ما تتسالي فينا بتاع المنظمه هدايا، فكره ان ان خلنا نقرأ الأول أوكي. بعدين نناقشوا فيه. أعلنت منظمة معا نبنيها عن قائمة 20 سيدة ليبية مثلوا نجاحات كبيرة في مختلف المجالات. المنظمة أكدت أن كل الشخصيات تم اختيارهم عن طريق لجنة مستقلة اختارت شخصيات بناء على معايير عامة من بينها تنوع المهني والعمري والمكان الجغرافي لتنشيط فيه هذه السيدة، لضمان أن تكون هناك سيدات من مختلف المناطق والمدن الليبية. وشهدت مرحلة رصد أكثر من 900 سيدة ليبية، واختارت منهم اللجنة المشرفة عن 20 سيدة من بينهم الأستاذة القديرة زهرة بيزان وزميلة في برنامج دكتورة دكتور بلس دكتور بلس جوري الصلابي، بالإضافة إلى لاعبة رفع أثقال ذو الإعاقة سحر الغنيمي.
طبعا سحر الريم نعرفها شخصيا وطبعا اكيد جوري نعرفوها اكيد، وتحيه لكل وحده طبعا. الف مبروك لهم، اكيد يستحقوا. واحنا طبعا حتى الموضوع هذا جميل ان احنا نشوفوا بارزات في كل المهن. شو رايكم في الموضوع؟ انه هو اول مره حتى يصير انا نشوفوا اسماء ممكن الناس ما تعرفهاش وما تعرفش مجالاتها بتنوع سؤالي مهني. احنا بنسال اصلا، لا تحب تسال، هي ديما تسال. هاي اليوم انت جاوبتي، عندك انت قولي. هاي شوفي خلينا، هو اكيد طبعا احنا نهنوهم واسماء ما شاء الله. يعني بالنسبه لي سحر انا الامانه ما اعرفهاش شخصيا، درت معاها بس مرتين، نقولها الف مبروك. الدكتور الاستاذه زهره بيزان اكيد غنيه عن التعليق طبعا، حد ما يعرفهاش. عندنا جوري طبعا، اكيد دكتوره جوري زميلتنا في شاشه سلام، واكيد من احدى اعضاء برنامج دكتور بلس. فالفكره ان انا اللي عجبني في الموضوع ان في حاجه تشجع البنات او زي ما نقول احنا الشخصيات هذه، وبرضه هذا ما يمنعش ان احنا بس ننحصره في مجموعه معينه. انا نشوف ان في كل سنه عندنا نساء مميزات، عندنا نساء عندهم اعمال، عندنا نساء تبدا يعني حتى لو ممكن ما طلعتش الاضواء، ما صارش ان هي مثلا انعرفت بطريقه ما، بس ان هي يكفي ان هي تحس بنفسها في السنه هذه دارت حاجه، وان هي زي ما نقولوا انسانه لها قيمه في المجتمع. صح. وتقدم في حاجه حتى لو كانت بسيطه. يعني ممكن هذا المسج نوصله حتى لربات البيوت اللي في الحوش، ممكن ما دارتش هذيك الحاجه الكبيره باش يندرج اسمها في منظمه او طلعت مثلا على التلفزيون او غيرها، بس الفكره ان ما تهمشيش نفسك. يعني انت بالعكس وجودك في البيت، تربيه الصغار، انك انت مثلا اصلا الصغار اللي طلعتيهم هذوما امهاتنا، هذا بروحها ايوه هذا بروحها نجاح. يعني فممكن هذا الكلام اللي انا حابه نوصله اليوم. يعني ملات شوفي، لا انا مش مع اكرام بصراحه. ليش؟ لا يعني انت اوكي، طبعا هو طبيعي الحياه، كيف نقولوها يعني، ان طبيعي البني ادم ان هو انت حتى في الحوش فكري ان انت درتي انجاز اكيد وربيتي صغار ونعرف شنو هذا وكذا. هذا حياتنا الطبيعيه اللي المفروض يعني كل ام عندها احساسها من داخل، هو يبني من داخل بالضبط، فهذا طبيعي. يعني في بالي ما سمحتلهاش فرصه ان هي تطلع مثلا للتلفزيون، تطلع مش لازم تلفزيون ولا منظمه اختارتها مثلا، يا سيدي ولا شفت بالي مثلا. يعني انا ما دخلش في المنظمات وما دخلش في اي حاجه، لا هدرز في موضوع المنظمه. اوكي احنا انت قاعده تناقشي في موضوع نتاع انه هو واحد حاول تنجح وانت ناجحه في الحوش وربيتي صغار وكنا عارف شنو هذا وكذا، لكن انا بنشوف عليها هي شخصيا ديما نلاحظ ان النساء في كل العالم هذه هي. برافو عليك والله، انت تفهمي فيها. برافو عليك، معك على الخط، خذ الروح. لا استنى، هي تقصد ملاك التضحيه ديما، يعني ديما ما تضحي، مش مضحيه الام، برايك ما تضحيش؟ هي طبعا اكيد تضحي خلاص، لكن علاش ما تفكروش سر نجاحك اليوم ووقوفك وقاعدين زك هنا وطلوعك على شاشه سلام واي شاشه في العالم. يعني سواء قبل او بعد، يعني المرحله انت وصلتي لها تو، مين كان سبب فيها؟ اكيد اكيد اهلي طبعا. لا ما هنا في خلطه، مش انا مش مره يا جماعه اسمعوني، مش خلطه اللي بنوصلها ان لا 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 ما فهمتيني انت، هي ديما هيك بالضبط، انت ما فهمتيش، ما فهمتيش ديما هيك اكرام تخش في النص ولازم تعارض. تعالي افهميني يا اكرام. هي ملاك قصدها بسيط جدا، ان المراه فطريا اللي تدير فيها ذاك طبيعي من ربي، اعطانا ربي الشعور هذا، لكن انا نبيها المراه تهتم عندك حاجه بذاتها بنفسها وما اعرفش. انا والله انا نبي نقول حاجه، يعني كلام ملاك واكرام مظبوط، كل واحد وجهه نظرها وزو الصحره زو الصح، ولكن انا نشوف ان في ابناء بعد ما يكبروا، يعني بنجاوب على اكرام، بتخش على اكرام توا، يكبروا يكرموا في امهاتهم. يعني هذا الحلو، نوع التقدير هذا جميل جدا، ان هم مش منسين. ولكن جي انا مع ملاك نقول صح، ان المراه اللي تدير فيه هذا شيء فطري ربي خلقنا به، نديروا فيه طبيعي بحب اصلا نخدموا فيه، لكن في حاجات هي مدفونه داخلها تبي تديرها، مش صح. قادره، ظروفها ما تسمحلش، ما تسمحلهاش. شفتي كيف نرجع، لكن نبيها ان هي تحارب بس توصل، هي تحاول حتى، يعني ان هي لازم يكون عندها هدف تبي توصله. في هالبنات نساء هاملات نفسها، وعندها كان عندي طموح، كان نتمنى كنت نبني ندير حاجه هيك، كان عندي طموح ندير كذا. هل بتقعمزي معاهم تسمعيهم وعلاش ما درتيش هيك؟ والله الظروف ما قدرتش، حاربي، حاولي تنوضي على رجليك وتديري الحاجه. انا نستشهد بكلام ملاك واكرام. زوز عندنا الساده سعاد الغزالي اللي معنا في برنامج لله، خدت شهاده ثانويه بعد ما دارت احفاد. شوفي هاي، وولت مذيعه بعد ربة بيت بعد ممكن 30 سنه.
يعني عندها حلم بالضبط تحارب عليه ورشحت روحها الانتخابات، يعني رشحت روحها الانتخابات بغازي وما عندها شهاده ثانويه، يعني شوفي يعني خدتها مرحله بعد ما كبرت صغارها وزوجت ممكن في المرحله هذيك الاولى كانت وحققاتها يعني صح. فاحنا نرجع حتى لموضوع حلقتنا انها السيدات مش هم بس وجوه ليبيا اللي موجودات فقط في غيرهم. ولكن في غيرهم يتمنوا في يكون في سبوت عليهم، وان هال 900 هادو راهو مش 900 هادو بس، ولا ان هذا النجاح اللي خدوه مثلا ال 20 سيده هادو هم بس التوب، لا حتى 900 نوجه لهم اكبر تحيه ان هم وجودهم في المسابقه هذه يعني اكبر دليل على نجاحهم. أكيد. ان 900 لكن ما عاد نشوف ان الرقم مازال شويه بعدين نحطه في الاعتبار ان هي اصلا منظمه واحده لاداره هيك، يعني ما نقدروش في منظمه علاش قلت لك شويه ما نقدروش نشملوا، اكيد حيكون العدد اكثر من هيك، وفي نفس الوقت احنا فرحانين يعني بظهور اسماء زي هذه، يعني نقول لهم الف مبروك. اكيد عدسه سلام تواجدت في قاعه ارض المعارض بمدينه مصراته اللي شهدت اجراء معرض مصراته للتسوق 2020 واللي تميز بمشاريع نسائيه بامتياز. نشوفوا في تقرير الزميله غاده الشريف المميزه دائما شنو هي المشاريع هذه ومدى انعكاسها عليه الاسره الليبيه. موجودين الان من امام صاله ارض المعارض بمدينه مصراته لمتابعه فعاليات معرض مصراته للتسوق 2020 اللي يقام في المدينه، وللوقوف على ابرز المشاريع النسائيه اللي مشاركه في هذا المعرض، مدى اقبال الناس عليهم، تحدياتهم وطموحاتهم. يعطيكم الصحه. خبز التنور. التنور هذه الله يبارك. سلمك سلمك. اولا نورتينا في مصراته. سلمك 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 وجودكم ان شاء الله يا رب. نرقويه، شو رايك بعد شويه هيك؟ نرقويه هلبة. طيب اسم حضرتك؟ مبروكه عمران بو صالح. خالتي مبروكه، يا ريت تخبرينا لمشاركتكم. جينا مشاركين ما اول مره هذه، يعني رابع مره هذه نجي نشارك في مصراتي. طيب يا ريت تخبرينا شويه على خبزه التنور، يعني هو حتى في مصراته في خبزه التنور لكن اعتقد تختلف يعني. صح تختلف ياسر، حتى من ناحيه التنور روحه يختلف. انتم التنور هذا عباره عن شنو؟ هذه حديد. اميره، هذه اميره. بيني قلبوها برنامج طبخ، شنو رايك تحكي لنا على مقادير الخبزه نتاع تسبها؟ خبزة التنور. ايه خبزة التنور دقيق قمح وشوية شعير معاهم حتى هو، وخميرة نديروا في خميرة التمر، عصير تمر نديروا فيه الخميرة نتاعها، وملح وهذا بس، وخميرة بيرة شوية. قولي لنا على إقبال الناس يعني والزباين عليكم الشراء. ما شاء الله يا تبارك الله، من حدش التنور لا يتم المعرض، وإن ما شاء الله الأمور ماشية حلوة تمام التمام. والخبز على طول تتاخد سخونة وجميلة ومغرية والحال حال الشتاء. التنور ويحطوا فيهم وخلاص التنور. ما شاء الله. راغبين الحق كويسة ما شاء الله ماشية صح. اسم حضرتك؟ حواء سالم دلفاق. اهلا وسهلا بك حواء. حواء يا ريت تخبرينا على مشروعك. هي كانت البدايه من استيكرات وتحف وهدايا وتغليفات كانت في البيت، بعدين فكرت اني نطور نفسي شويه ونفتحوا محل انا واختي. يعني يا ريت تحكي لي على الفكره من وراء مشاركتك في المعرض، هل هي زياده التعريف بالمحل، عرض البضاعه لزباين اكثر باعتبار انه ممكن يكون في اكثر يعني تردد من الناس على هذا المعرض؟ ايه باعتبار ان المعرض هو فرصة انه يفتح مجال انك تعرفي بمنتوج متاعك يعني، ويكون تسويق اكبر باعتبار انك كنت يعني مليش فترة فاتحة المشروع متاعك كمحل يعني. جميل حلو جدا، كيف تشوفي في اقبال الناس عليك في داخل المعرض؟ والله الحمد لله يعني تقدر تقولي نوعا ما مقبول. اكثر من المحل؟ اكثر اكيد. صباحك سعيد. اسعد صباح الخير عليكم قناه سلام وتحيه لك. اسم حضرتك؟ نوارة سعد، عضوه في منظمه تحدي ذات المرأة. تمام نوارة، يا ريت تحكي لي على هذه المشاركه، شنو الهدف منها؟ والله الهدف من مشاركتنا في هذا البازار ان نكون نعرفوا بالمنظمه وان نحققوا طموحاتنا واحلامنا اللي كنا نحلموا به، وخطوه بخطوه نوصلوا للي كنا نحلموا به ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. طيب مشاركتكم في شنو او على شنو تعبر؟ يعني هل هذه كلها الاشغال انتم مديرينها بصنع ايديكم؟ أكيد كل الأشغال هذه كلها صنعة يدوية، يعني كل وحدة ومجالة، يعني في تريك وفي خياطة في كرشيه في لصقة، يعني كل شيء كل وحدة عندها حاجة معينة تدير فيها. يا
صباح الورد. يا اهلا وسهلا مرحبتين بك. يعني الواحد فعلا مجرد ما يشبح الخضار هذا كله يحس بالطاقه ايجابيه جدا. اسم حضرتك؟ نجيه محمد النجار. نجيه محمد النجار صاحبه مشروع يبدو لي انه هو النباتات مزروعات. هو والله مشتل يعتبر مسميته حتى مشتل نسيم الوادي العائلي. ما شاء الله داخل البيت. داخل البيت مشروع ومجهود العائلة بالكامل الأولاد. يعني أنت ما شاء الله يعني أنت اللي تشتغلي فيها ده كله؟ والله كله شغلي الحمد لله. يعني أنا حابة نعرف يعني الحافز اللي خلاك تشتغلي على النباتات، هل هو حبك للطبيعة، اهتمامك الزائد بالنباتات والورود؟ بالدرجة الأولى كانت مجرد هواية الحق، وبعدين الحق حبيت ان ننشر ثقافه زراعه الزهور لانها تعطي طاقه ايجابيه فيها طبعا. تحسي من داخلك بسعاده لما تزرعي نبته وتقعدي تستنيها لما تكبر وتزهر، يعطي جمال للبيت طبعا. وطبعا احنا نسوين نحبوا الورود ونحبوا النباتات. اكيد اكيد. كيف تقيمي او كيف تشوفي في مشاركه النساء صاحبات المشاريع في هذا المعرض؟ اعتبرها مشاركه جيده لسيدات صاحبات المشاريع الصغيره والمتوسطه. هناك اقبال يعني جيد من قبل هذه السيدات للمشاركه. تواصلنا مع بعض السيدات بحكم ان يعني اكثر المتواجدين هنا من اعضاء منظمه سيدات اعمال مصراتة او من المنتسبين لهذه المنظمه. كذلك هناك اقبال يعني من السيدات ورغبتهم في التعريف بمشاريعهم. ممكن الوقت لم يكن مسعف جدا لمشاركة جميع السيدات يعني، والمكان يعني في حد في نفس الوقت. أول حاجة طبعا لازم نشكر زميلتنا غادة شريف، تقرير رائع جدا، وهذا يدل على شنو يا بشرى وإكرام؟ يدل على ان المراه الليبيه وين كانت تحطها والله تنفع ما شاء الله عليها وتدير فيها مشاريع رائعه جدا. والحلو وين الاكثر من هيك ان ثلث ارباع المعرض هاند ميد بديات. الله يبارك وربي ينزل فيهم البركه ويعطيهم الصحه وطول العمر بصراحه، من عزيزاتنا ميماتنا الكبار للبنيات للنسوينات بسم الله ما شاء الله. يعني ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. طبخ زراعه كل 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 المجالات، تطريز يعني كذا، موضوع حلو. ايه بشرى قالت الموضوع هذا شجعني نمشي نشارك معاهم والله العظيم نزورهم. جد. واكثر شيء لفت لي انتباهي كلهم بالكمامات فانا عجبتني هلبة غاده منوره جدا جدا. يا تحيه ليك. وهذا يدل على ان المرأة دائما عقلانية في كل تصرفاتها ومبدعة في كل وين تحطيها تلقيها. هذه اكيد. نطلع فاصل يا بشرى، طلعينا فاصل. Oh, oh, oh.
هذا البرنامج برعاية مشاهدينا في حلقتنا لليوم نتكلموا أو تكلمنا في حلقات ماضية على الوعي، كيف نرفع نسبة الوعي عندنا، كيف يكون الوعي منقذ لنا في عديد من المواقف. حنعرفوا كل هذا وأكثر وكيف يمكن يأثر على حياتنا، حنعرفوه مع سادة نيروز بوشة على مدربة الوعي تطوير المهارات. نورتينا، مرحبتين بك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. لو تديري لنا ريفيو على يعني هيك بسريع بسيط على مستويات الوعي، شو رايك على الحلقه اللي فاتت كيف كان؟ نديروا مراجعه سريعه على مستويات الوعي اللي شرحناهم. احنا طبعا قلنا ان احنا عندنا 17 مستوى من الوعي، تندرج من درجه 20 من يعني من الادنى الى الاقصى اللي هي 700 و1000 اللي هي درجة التنوير. وقلنا أن من 20 للمية 175 صنفناها أو صنفها العلماء أن هي درجة الوعي المدمر، لأنها تحمل كل المشاعر السلبية اللي ممكن تقدر تدمر الشخص ذاته والمجتمعات. من بعد 200 خلينا نقوله من 200 و 250 شوية اتزان والمرحلة الحيادية، وبعدين نرتفعه إلى درجة الوعي المعمر اللي هي فيها كل الطاقة الإيجابية اللي احنا يعني نطمحه إن احنا نوصلوا لها. وزادوا صنفوا درجات من لا طرق يعني وعيين، أوكي، وعي العقلي في 4 درجات، والوعي الروحي بعد ما نوصلوا لدرجة معينة من الوعي العقلي ونبدو احنا يعني في مرحلة من المشاعر السامية زي ما قلنا المرة اللي فاتت من الحب والاتزان والتقبل، نوصل للسلام الداخلي في مراحل الوعي الروحي. هذا اللي موجود كان على الشاشة قبل شوية، الجدول بالضبط، الجدول متاعنا. فهو احنا صنفنا كيف انه هو درجة الوعي متاعنا بالضبط. درجة الوعي بالدرجة قداش، شن اسم المرحلة أو حسب سلم الوعي، شن الإحساس أو الإحساس هنا لما نقوله مش إحساس واحد طبعاً، أكيد كل الأشخاص عنده يعني. هي لكن نقول لا، الإحساس المسيطر يعني زي لما نقوله في مرحلة العار ومرحلة الذنب وهم أخطر مراحل الوعي المنخفضة اللي فيهم هادو الناس، مسمات الناس اللي مقدمين على الانتحار والمجرمين. يعني جلد الذات يعني؟ لا، احنا مش هنجلد الذات، هني مرحلة أخطر مجرد يعني هم يكون عندهم خلال تجارب مروا بها يكونوا وصلوا لمرحلة إنهم هم كارهين الحياة بصفة عامة وكارهين الناس، يأس يعني اقصى يعني اقصى درجات في الياس يعني. اوكي، فهذا علاش ان الدرجتين هادو من خطورتهم ديما تلقي ان هم يا اما السيريال كيلرز المجرمين المتسلسلين الدائره هذه الموجوده والمقبلين على الانتحار في اقصى في ادنى سوري درجات الوعي. فهاوكنز لما حط المقياس هدايا حتى انه هو درجه الخوف اعتبرها اول درجات الحلوه، يعني من كثر ان درجه الخوف حتى هي درجه تعتبر منخفضه جدا في مسلم الوعي، لكن احسن من الدرجات اللي قبلها، وهكذا الى ان توصلي للدرجه العليا. فقلنا ان احنا المراحل الاولى اللي هي من 20 ل 75 كلها طاقه مدمره او وعي مدمر، بعدين نوصلوا لمرحله الاتزان في الشجاعه والحياد، وبعدين نوصلوا من بعد الحياد نركبوا لدرجات الوعي المعمر العقلي والروحي. تمام، عرفنا التدني وعرفنا المرتفع او اللي فيها نوع من الروحانيات اكثر. طبعا كيف ممكن ننتقل من المستوى هذا الى المستوى الاعلى يعني؟ اوكي، هو طبعا
يصير ان احنا نقدر ننتقله من درجه الى مثلا 3 درجات فوق. اوكي، بس التدرج هو المهم في المرحله هذه. خلي قبل ما نقوله كيف ننتقله من وعينا الحالي الى درجه اعلى، لازم نعرفوا كيف تشكلت مرحله الوعي بتاعنا، لان احنا كلنا ما نولدناش احنا في مرحله غضب ولا مرحله خوف، كنا ولدنا على الفطره وكنا صافيين بيور كنا. اوكي، نتيجه التجارب هذه صار في ان هو تعاملنا مع المشاكل المحيطه بينا والتجارب اللي مرينا بها وبيئه اللي تربينا فيها، صار في يا اما قمع للمشاعر، يا اما كبت للمشاعر، يا اما تهرب من المشاعر. والقمع والكبت بيناتهم ان القمع هو كبت بس بوعي، يعني مش لا وعيا مني ان خوفا من الالم ما نحسش، لا انا نكبت في مشاعري نقمع فيها من انه هو اي طبعا ان انا ما نسمح لهاش. وهذه تلقوها اكثر في مرحله الايجو ومرحله يعني الكبرياء العالي، لما توصلي لمرحله ان لا انا قويه ومش حن مش حننهزم مش حننكسر مش هكذا، فتقعدي تقمعي في المشاكل متاعك او المشاعر متاعك، بحيث ان هي تتولد مع مرور الزمن الى ان هي طاقه كامنه او احساس مسيطر. فحسب ما شفنا في الجدول مثلا نقول مرحله الخوف، شنو الاحساس العام هنا ونظرتك للحياه؟ ان هو انت خايفه من كل شيء، ديما عندك بارانويا من كل شيء، ونظرتك للحياه ان هي ديما في تهديد، ديما ان الناس لازم يعني الناس ديما في مؤامره، في مؤامرة كونية تحاك ضدك. الناس هاد أي حد حتى لو كانت نيته صافية يجي يقول لك حاجة أكيد يبني عليها شك، يعني بالضبط على طول، مش حتى شك هو خوف، خايف ديما خايف. أوكي، فكيف نرتقله من مرحلة الخوف إلى مرحلة أعلى؟ طبعا عدا عن الطرق اللي احنا ندعو لها اللي هي انك انت تشوف شخص مختص باش يقيم المرحله اللي انت فيها ويعطيك تمارين معينة، سواء كان في البرمجة اللغوية العصبية أو التأملات اللي نقدر نفككوا بها الشعور ونرتقوا لمرحلة أوعى. خلي نقوله كيف تقدر تديري حاجة أنت بروحك. طبعا إحنا مش لاواعيين بالمرة، يعني فإن الإنسان الخايف عادة يعرف إنه هو خايف، يعرف إنه هو عنده مخاوف، في علامات يعني. في علامات يعني أنت مثلا قاعد أنا والله نخاف، لاحظت إن أنا نخاف. فأول خطوة إحنا نديروها بروحنا قبل ما نلجو لشخص تاني إن إحنا نراقبه مشاعرنا. هل إحنا ديما خايفين؟ هل إحنا ديما في حالة غضب؟ هل لأن شوفي المشاعر هي كلها المتدنية فيها ألم، فأنت بروحك لما تحسي إن في حاجة غلط، انت مش مرتاحه في المرحله اللي انت فيها. بس انا نشوف استاذه نيروز ان يعني المراقبه يجي قبلها الاعتراف، يعني نعترف بجد اني انا خايفه ونعترف بمواجهتي للخوف. بالضبط، هي شنو يعني المراقبه؟ المراقبه انك انت عرفتي انك انت فاعترفتي قدام نفسك ان عندك خوف، فتراقبي مشاعرك تجاه المواقف المعينه وتتقبليها. حلو، اهم حاجه انك تتقبليها باش تتفتكي من مرحله القمع والكبت او التهرب من المشاعر. تمام، قبلها بدون ما انا نحكم عليها، يعني ما نقولش لا انا مش مفروض نخاف خلاص، لا انا خايفه عندي اسباب ان انا نخاف منها. حلو، نحط الاسباب اللي انا علاش خايفه وننسف الاسباب اللي انا خايفه منها. على سبيل المثال خوف مثلا، احنا شخص خايف من كل شيء فبيجي بيتدرج خايفه من السواقه، لا انا مرعوبه ما بيش نتعلم سواقه ما بيش نسوق لاني خايفه من السيارات كذا. باهي، لكن في ناس تانيين يسوقوا، في نسوين يسوقوا، في ناس اصغر مني يسوقوا، فتبدي في محاكاه مع عقلك الداخلي الباطن بحيث انك انت في ادله وبراهين واقعيه وملموسه تدل على ان الخوف هدايا اقرب الى الوهم. طيب استاذه نيروز، الموضوع ممكن لما يشوفوه حتى الساده المشاهدين، هو احنا ممكن ما نعرفوش نعرفوه علميا، يعني موضوع الوعي، يعني عايشين به، في ناس تعترف، في ناس تواجه، في ناس ما تواجهش، في ناس وصلت بها درجات الالم او الدرجات الادنى من موضوع الوعي. صحيح. هل مهم جدا اننا نعرف مستوى الوعي واننا نراقب مظاهر الوعي عندي وانا في اما درجه واصلت لها؟ طبعا اكيد. شوفي، خلال مراحل الوعي المتدنيه كلها احنا زي ما قلت لك بشرى، احنا مش ما كومبليتلي يعني مش واعيين، احنا مش مغيبين تماما. صح. يعني احنا في النهايه قادرين ان خلال مواقف معينه نحسوا انه شنو هو الاحساس المسيطر على المرحله. تو احنا في الوقت الحالي الحمد لله ان بدت المنصات منتشره في كل مكان واصبح المواضيع هذه موجوده، فالا ما يجي قدامك حتى بوست نقول ديما يولع اللمبه يعني. طبعا صح، وبينورك بدايه. اوكي، يعني هذا بعدين يرجع لاستعدادك. هل انت حاسه انك انت تبي التغيير؟ احنا ديما نسمع على التغيير، ديما الانسان يطمح انه هو يكون في رحله الى التغيير للنسخه الافضل. صح. ولذلك انت حتجيب قدامك بوست لو كنت في حاله استعداد، ويجي انت بعدين عليك الدور هنا،
انك انت تتبعي الموضوع وتحاولي انك انت تلقي الحل او مفتاح الباب اللي بتفتحيه وبتخشي منه للعالم هدايا باش يرتقي وعيك، او انك انت تهملي الموضوع فحتتاخري شهر شهرين سنه سنتين الى ان حتلف بيك الدائره مره ثانيه وحيجي قدامك نفس الموضوع. باهي قديش ياخذ وقت على خاطر الواحد يرتقي للموضوع الوعي اللي فيها بالفعل يحس نفسه ان هو مرتاح وفيه نوع من السلام الداخلي؟ طبعا ذاك السلام يعتبر من الدرجات العاليه جدا، ولكن على الاقل الحكمه، يعرف الصح من الغلط، نقول الهدوء النفس. هدوء النفسي اخرنا هدوء نفسي. شوفي قديش وقت هذه تعتمد على الانسان نفسه، هذه تعتمد على كل واحد فينا لما تكون عندك النية. كيف على حسب النية. أقول لك مثلا انا تجربتي شخصيه اوكي، انا خليت قعدت خشيت في المجال وبدأت نحاول أن نطور من نفسي ونشتغل على نفسي في كل مرحلة. أنا حددت المرحلة لأن أنا مثلا بالنسبة لي شخصيا أنا ما كنتش بادية من 20 أو 30 أو 50، أنا كنت مثلا بادية من المرحلة اللي هي فيها الشعور مثلا بالدم، مرحله جلد الذات، مرحله ان حياتي ومتلخبطه وهيك. فانا هذا النور بالفشار عندنا احنا شفنا على هيك يعني المره اللي فاتت حكينا لما حكينا مع ملك احنا وين نندرجوا، احنا من الخوف للكبرياء اغلب الناس. بالضبط اغلب الناس واغلب وزيدي عليها النسبه القليله الزايده شويه الشجاعه. احنا اصبح خاصه الجيل الجديد في عندهم شجاعه واقدام، ما يوخروش ما يهبوش زي ما احنا كنا نهابوا زمان. ما اعرفش وانا ممكن اكبر منكم بس احنا ما كناش فعرفت في جيل مثلا نقولوا الثمانينات بين التسعينات في تفاوت في الاقدام وفي المثابره وفي الحاجات هذه. بالضبط يعني الوقت خلينا نقول وتاهم او ساعدهم انهم هم يكتسبوا. فعلى الاغلب حيبدوا من مرحله اغلب الناس في مرحله الايجو اوكي، وهذه المرحله الاخطر. علاش؟ بالنسبه لارتفاع الوعي مش بالنسبه للمشاعر، بالنسبه لارتفاع الوعي، لان الناس اللي في الايجو مش مؤمنين ابدا انهم غلط، مش واعيين لفكره ان احنا نبغى نتطور ونبغى نتحسن، لان هم عندهم اصلا احساس ان احنا احسن الناس. الشخصيه النرجسيه مقعمزه في الكبرياء، مقعمزه في الكبر، عرفتي؟ فهم غادي هادو الناس اكثر ناس مش متقبلين انهم هم يتطوروا، بس الخايف لا يبي يطلع من الخوف، المتردد يبي يكسر الحاجز بتاعه. الشخص لما يوصل لمرحله الشجاعه خلاص تبدا هناك كيف تتحرر. تحرر فعلا طبعاً. لان هنا شو بيصير؟ بيبدا انه هو من الشجاعه بيوصل للحياد، الحياد بدايه الشخصيه الايجابيه. حلو. لانه ما عادش يبدا يتحرر من فكره انه هو يطلق الاحكام على نفسه ما في شيء قيده خلاص وخلاص. وهو عارف نفسه، واصل لمرحله من التواصل مع ذاته، فما عادش اصلا يستنى راي الاخرين باش ياثر فيه، وهو مش مضطر انه هو يثبت للاخرين في امام مرحله. تمام هذا هو. ايه استاذ العروس، انا ديما نركز مع كل المدربين اللي يجونا هنا في الاستوديو على موضوع الاطفال، لان موضوع الاطفال ان هذول حيبنوا او حتبنى شخصيتهم منهم هم صغار. هل من الواجب انا كأم انني نراقب صغاري ممكن في حال موضوع خوف زايد، في حال انه يعاقبوا في انفسهم، لان في صغار بتنوع شخصياتهم طبعاً. ايه فانا هل نخاف من الموضوع هذا ونبدا نراقب موضوع يعني الشيء هذا ونفكر في موضوع الوعي عندهم، ولا هذه فتره مرحله هم صغار وبعدين حيتحرروا منها اول ما يكبروا؟ أوكي. لا هم صغار وحنا يتحرروا، خلينا نقول نحولوا كلمه نخاف كويس. اوكي، بما ان احنا واصلين لمرحله جنينه هيك واحنا عارفين شنو يعني وعي، فاي ام ممكن ان هي تشتغل على الوعي متاعها بحيث ان هي تعرف تتعامل مع الاطفال متاعها. فالام الواعيه عارفه وين الخلل، عارفه شنو الخلل اللي هي مرت بيه نتيجه شنو مثلا هي اللي مرت بخلال ان هي طفولتها ومراهقتها زي ما قلنا في تاريخها في يعني في تحدي تفريغ بالكتابه. كان احنا نتكلم على المراحل هذه فرحان ما نكررهاش بالضبط. فانا مثلا شنو الخوف؟ علاش الخوف؟ ما نزرعوش فيهم الخوف، ما نزرعوش فيهم قله التقدير، ما نزرعوش فيهم. وطبعا في حاجات معينه المفروض ما نقربوهاش، الضرب، التكشيخ، الصوت العالي، المشاكل اللي كل حوش فيه مشاكل اسريه، لكن معلش ما نتعاركوش قدام الصغار، ما نوجهوش يعني، بنحاول بقدر الامكان نحن نضبط نفسنا بحيث انه ما نبينوش للصغار ان في تفكك في او في مرحله ما، لان الصغير الاسفنجه بالضبط الاسفنجه يمص الموقف طبعاً. هو في النهايه مش عارف ان ماما وبابا الموقف هو انه والله ساعة مش عارفه شنو هو، ما كانش انه هو باد تايمينج ولا حاجه زي هيك، وبعدين يتصافوا. لا هو يركز على الموقف ويقعد في الذاكره اكيد بالزبط. بشكل كبير ولما يبدا يتخزن هذا الموضوع اكبر المشاكل اللي تصير في تقدير الذات ونقص عدم الاحتياجات اللي تصير من مرحله الطفوله.
من مرحلة الطفولة سهلة. فتو في الوقت اللي احنا فيه الأم الواعية مدركة تماما لشن المشاكل وشن نتائجها، فهي تتفادى بقدر الإمكان. طبعا خلينا نقوله يعني أنا مش هنا لأني مدربة وعي، فأني أنا أم بيرفكت مام يعني بصراحة، أن أنا مش تخصصي التربية في سن صغير معين، فأنا أنا وبنتي في مزرعة حاليا نجرب ومرة نغلط ومرة كذا. طبيعي طبيعي بالضبط. لا لازم يكون أنه هو علاش شن يصير، لأن لازم النقطة هذه نبينها بناء على سؤالك، لأن لما الأم تحس أنه هو لازم يكون في وعي وإحنا ننقذوا أطفالنا وما نخلوش أنهم هم يمروا تجاربنا أو تجارب ناس تانيين فيوصلوا لمرحلة جلد الذات، لا تحرري من الموضوع هذا. أعرف أنك أنت في مرحلة سن 3 سنين سن إثبات شخصية، إثبات وجودهم الكينونة تهمهم قلبها، فيبدأ العناد يبدأ كذا، هنا حتكسري شخصيته كيف تتعاملي انت معاه. فانت تعلمي، اقري على اطفالك، اقري المرحله العمريه المعينه، اقري انت كيف تقدري تتعاملي، اقري انت كيف تقدري تهدي روحك، كيف تقدري توسع بالك. يعني انا الحمد لله موضوع واسع عندني هلبة، يعني ما اكذبش عليكم مرات انه خلاص يعني في طاقه معينه للانسان. يعني انا مثلا خليني هي شنو تقول هذه يعني عندها 2 ما شاء الله. لا لازم هذا برا بعدين نكمل الحلقه يعني ونحضر الفضفضه. يعني توأم توأم بنت وولد 3 سنين ونص، فاني قاعده في جهاد يعني انا كيف اني بنوازن دوبل الموضوع. يعني يعني حتى شخصيه الولد والبنت تاثروا طبعا اكيد في اختلاف اكيد. يعني فالموضوع هذا شنو خلينا نقوله ما نكسوش على روحنا، اكيد حنفقد عصا يعني توترنا مش لا هو اللي نعترف ان مرات يعني فانا مرات نقمص يعني ديما مرات نقول فيها والله شفتي هذه جلد الموضوع هذا لا انا قلت لك موضوع جلد الذات. طيب انا اسالك حاجه سؤال يعني موضوع هل ممكن تكوني انت وصلتي من يعني وعي وادراك وتنزلي ثاني؟ طبعا اكيد هذا الشيء اللي بنقوله انه هو السؤال. وانا اللي فقدت ما قلت ما بدي افقد سيطرتي على الموضوع السريع نعترف هذه مرات في بعد هبوط سريع اوكي. هذا ليش قلت لك التدرج جدا مهم في الموضوع هذا. خلينا نقوله مثلا انه هو هارت كان انه هو وصل لدرجه كبيره من السلام، فجاه ارتفاع وعيه نقوله من 400 ل 700 اوكي، وصل لدرجه ما يقارب التنوير او انه هو السلام الداخلي وعاش. بس في مرحله معينه لان احنا ما اشتغلناش بالتدرج فطلعت حاجات في جاب. طب مش الجاب، طلعت العقد اللي موجودة. مش مناسبه للمرحله تمام. يعني خلي مثلا نقول لك مثال حي، انا ديما نحب نمثل بروحي باش نقول للناس ان هذا واقع، هذا واقع صحيح. عشناه اوكي. فمثلا خلينا نقول ان انا نحسب روحي انني وصلت لمرحله معينه من خلاص ارتحت، عرفت حدودي مع الناس، انا الحمد لله اليوم علاقاتي تعتبر بيتر يعني انه هو احسن بهلبة من سنين ماضيه، تخلصت من جلد الذات، تخلصت من دور الضحيه، اغلب الناس عايشين في دور حلو الضحيه حلو. تخلصت من هلبة مشاكل يعني تقولي شديت زمام الامور في عندي دقيقه سادة نيرو اعطينا فيها ملخص حلو. او ماي جاد خلاص هذا سؤالين اوكي تمام. خلي نقوله ان المرحله هذه انا نحساب روحي انني تجاوزتها، فلكن في محيطي الحالي لما انتقلت من مكان لمكان في ناس تانيين ما كانوش موجودين فانا ما اشتغلتش، طلعت في ان هم ثغرات انا هل هم طلعوها؟ لا هم انعكاس، احنا علاقاتنا مع الناس انعكاس لينا، الناس شنو يطلعوا لنا انعكاس. وهذا موضوع ان شاء الله لو لازم العلاقات موضوع كبير لازم. فخلي نكمل الدقيقه في حاجتين اللي هم المظاهر اللي تطلع علينا سواء كان المجتمع اللي حوالينا او المحيط او في نفسنا. تصير الصدمه الاولى، الصدمه لما يرتفع وعيك تحسي روحك انك انت في غربه، تحسي روحك انك حاسه بالوحده، لان بيبدو طال يطلعوا هالبناس من حياتك أصلاً. حيطلعوا هالبناس من حياتك وحيخشوا هالبناس مناسبين لمرحله وعيك الحاليه. لو كنت مش واعيه لمرحله ما حتحسي ان الناس ظلموك مره ثانيه وتعيشي دور الضحيه وانا ما عنديش حظ في الناس كذا. لما يرتفع وعيك تعرفي توصلي لمرحله ان الناس وجودهم في حياتنا انعكاس ورسائل. اي شخص مهما كان سواء كان صغير يعني ولدك ابوك راجلك كذا كلهم حاملين رسائل وكل رساله لها فتره معينه وتنتهي. وجودهم حكمه، وجودك انت في حياتهم صح. حكمه وجودهم هم هي مجال الرسائل. فالفرق بين المرحلتين ان انا عايشه دور الضحيه والناس ظلموني ما عنديش حظ في البنات وما عنديش حظ في الصحبات والناس ديمهم عليا، وبعدين تحسي ان لا الرساله وصلت وتبدي انت حتى الشخص تتسامحي توصلي لمرحله من السلام الداخلي او خلينا نقول من التسليم او القبول. الشخص ما عادش زعلانه منهم،
انت عرفتي وصلتك الرساله وشكرا بارك الله فيكم وتمام. وحنا نشكرك. تسلمي. وحنا حنكملوا معك باذن الله الحلقات الجايه موضوع الوعي وموضوع حتى العلاقات الانسانيه مهم جدا لان سدى نيرود سعداء جدا جدا بوجودك ويعطيك الف صحه سدى نيرود. شكرا لك بشرى. كانت واخداتك ملاك قبل لكن انا اليوم الحمد لله موجود. لازم تصري فجأة تكون موجوده. لازم حتعيشي معاها في العالم. شكرا. انا سعيده جدا بوجودي معاكم حبيبتي. شكرا. يعني شكرا انكم تسامحين ان الناس فعلا تتنور من خلال يعطيك الصحه. يعني بالفعل هذه هي الرساله اللي احنا بنحاول دائما نوصلوها وخاصه المرحله اللي احنا فيها اللي عايشين فيها حاليا يعني. فشكرا لك. مشاهدينا حنطلعوا فاصل وحنكملوا فقراتنا خليكم معنا. هذا البرنامج برعاية أكيد لآخر فقرة، فقرة جميلة جدا 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 ونجمتها هي السيدة عبير الفرجاني. فن الريزن واحد من الفنون اليدوية والحرفية الجد رائعة اللي ينتج عليه مجموعة من الأشكال الجميلة. يعتبر هالفن محبب جدا من قبل فئة كبيرة من النساء واليوم حنعرفوا عليه هالفن هذا أكثر وأكثر مع المبدعة دائما سدى عبير الفرجاني مسؤولة في مشروع أويا للفنون. أنستينا ونورتينا وإكرام. أنت شنو مخليك غادي واقفة؟ شفت الابتسامة هذه؟ ايه يعني تعينك يعني وهم الأستاذة عبير وهم أنا يعني نيت تلميذتها قاعدة نتعلم معها تلميذتها رتي مفلحة في حاجة انتيكي ما هو الرايزن عندك حاجة يعني يلا ليك الهواء أستاذة عبير. الله يسلمك يا ربي. تسلمي على المقدمة الرائعة وبارك الله فيك. تستاهلي. سلمك يا ربي. وبالنسبة للموضوع الرايزن طبعا هو عبارة عن مادة كيميائية اكتشفت سنة 1925 في أمريكا. مادتين كيماوية تجارب يعني مش هو رايزن ولا ريزن؟ هو ريزن وأيبوكسي.
انا نقول رايزن لانه طبعا ننطق فيها بالايطاليه هو ريزن بالانجليزي بروحها بس هو ريزن او رايزن اللي فرق بيناتهم هو الايبوكسي والرايزن بالضبط هذاك موضوع ثاني الايبوكسي اللي هو اللي يستخدم في مواد الطلاء كعازل طبعا هو اول ما تم اختراعه لهذا الاشياء يعني هو عباره عن ماده زي ما تقولي سائلتين زوز مواد سائله واحده رايزن وواحده مصلب اللي هو الهاردنر الماده هي لما نخلطوها مع بعضنا تعطينا مركب المركب هذاي يتصلب يصبح زي الزجاج او البلاستيك يعني تقدر تقولي كانه بلاستيك سائل او زجاج سائل طبعا اول ما اخترع اخترع هو كطبقه عازله في المواد الطلاء وفي الحوائط وفي كذا عازله الرطوبه وغيرها تم تطويره 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 وقللوا من الاضرار الكيماويه متاعها باش انه هو نقدر نستخدموه في الفنون حلو. طبعا بالنسبه للماده هي كدول طبعا كان يعني الدول الاوروبيه وكذا وبرنامج كانت فتره كبيره يعني لها بالنسبه لي يعني من 2012 وفرت الماده هذه فكانت عبوات صغيره ايطاليه تستخدم اكثر شيء للاكسسوار وتستخدم زي ما نقولوا لما تخدمي سفره سواء كان بفن الديكوباج او باي الوان اخرى الوان السكب الوان الدمج مع بعض حتى بالاكريليك العادي تيجي تاخذي طبقه رايزن تخلطيها وتحطيها من فوق شفافه تحمي القطعه نتاعك هذه حتى لو عندك تحف على فكره هو ماده لاصقه شديده الالتصاق وماده لزجه جدا جدا صعبه التنظيف الا بالكحول والمواد الكحول اللي طبعا تكون نسبتها 99% وطبعا في لا في طبعا من بنات هم كانوا كلهم تقريبا واحده في بنغازي واحده في طرابلس وشاب كان في طرابلس كانوا يشتغلوا عليه حلو. فاحد الناس اللي جابت المواد هذه واشتغلت عليها هي طبعا هي صديقتي وتشتغل معي في نفس الوقت وقدر فيها هل بهلبه ان ما شاء الله خبره حوالي 28 عام في مجال الفنون ما شاء الله هي قبل امال السلاك اول ما جابت الماده واول ما اشتغلت عليها هي وبنتها غادة معروفة بصفحة غين أول من اشتغل عليها بعدين في شاب ليبي حتى هو كان يشتغل في اكسسوارات كانت قطعة تهبل هذه نحكي كلها في 2012 لما كانوا الناس هي لما نقصت عليهم المادة كان يجيبوا فيها طبعا هم من برا نقصت عليهم فاخدوها مني يعني تمام نبدو شو رايك باش ما ياخذناش الوقت نحن ناخذ الموضوع عمليا حنعطيك المواد طبعا بالنسبة للمادة في نوعين في بالنسبه للماده هذه صنعت خصيصا هي الرايزن للاشغال اليدويه حلو. للهوبي يعني آمن. زي الايبوكسي اي امنه وكذلك النوع هذا اللي هو الايطالي الارموني وهذا التركي اللي هو اسمه ايبوكسان اهما الزوز يعتبروا مواد حنشتغل منه اصلا اهما الزوز يعتبروا خاصه بالاشغال اليدويه هذه ما تضرش مش زي الايبوكسي طبعا ما في هلبه يسال فيها باهي هو الرايزن معاه الهاردنر اصلا اساسا يجو زوز مكونات ايه اللي هو الهاردر لما تلاحظي انك انت العبوتين واحده صغيره واحده كبيره لان النسبه والتناسب 10 الى 5 اوكي لو زدنا من الهاردر مش حيضر بالعكس حيعطيني تصلب اكثر لكن لو نقصنا منه حيضر حتبدا الماده لزجه استاذ عبير النسبه ثابته هذه في سواء كان في الشركتين او بالمجمل العام يعني. لا المجمل العام لا في اللي يبدا متساوي 5 الى 5 لكن الاغلب تلقاها نص يعني 10 الى 5 طبعا انا ما ننصحش باستخدام الايبوكسي الخاص بال مواد الطلاء إلا لو عندك مساحة كبيرة طبعا زي جنان هيك زي منطقة تكون واسعة كبيرة وتهوئة وانك انت لازم تستخدمي الكمامة وكمامة خاصة مش الكمامة العادية هل يسألوا فيها عليه زي الـ 95 صحيح والجوانتيات خاصة مش الجوانتيات الطبية اللي هي العادية هدية نلبسها هذه العادية ممكن أن يستخدمها مادة يعني خطرة جدا يعني لأنها خطرة فيها تفاعلات بالنسبة للأيبوكسي متاع متاع الطلاء وفي نفس الوقت فيها ريحة قوية لأن في اللي يديروا فيها في الأرضيات أو فترة صحيح يديروا فيها صحيح على الأرضيات وعلى أسطح الرخام بالضبط لأن هي تعطي كفر عرفتي مثلا لوحات الخشب زي اللوحة الخشب هذه هنايا درنا مزج الوان ودرنا عليها رايزن ايه فهدية خلاص ولت صلبه ضد الخدش ضد اي معناها زي ما تقولي تطيح عليها ميه تطيح عليها حاجه تعتبر حمايه لها عرفتي خلاص فمش مش هتضرها فبالتالي اللوحات هي الكبيره تقدر تخدم عليها تقدر تخدم على طاولات كبيره طيب متاع اكل ايه هو تو الرزن قابل للكسر قابل يعني درجات الحراره العاليه زي ماكينات غسل المعين يعني عاليه جدا قابل للكسر هذه الطبله خشب حلو زي الخشب عرفتي يعني تحسيه زجاج متين متين ايه. جدا وسميكه ممكن لو تلاحظي مش قابل للكسر ولا قابل تمسح لا غير قابل للكسر ايه. الا عاد طبعا كان اخذتي زي ما نقولوا ترابينو او حاجه هو الخراب سهل زي ما قلت مبكري لا تعرفيه مرش ولا تعرفيه بلاستيك صح. بين البينين تحسيه يعني هو وينغسل مثلا زي حاملات الاكل ايه. وكذا ينغسل في غسالة المعين عادي بدرجة حرارة عالية يبدو 2 متر بتعرف علاش تسال هي ولا زي متر واطباق خافي علاش تسال في حاجة تبي تروح بعد هذه علاش بتروح بحاجة والله ينفع نغسلها نيتها سيئة جدا طبعا هو في زي المتر التوبة هذا يعني
لما نقول طبعا المتر ما تقدريش تغسليه علاش صعب شويه الله. ليش لان بس القطعه السفليه نتاع المتر ملصقه تلصيق بالجبس لا هو ملصقه وملصقه بالرايزن على فكره انا قلت لك انه هو يعتبر حتى موضه لاصقه هدايا طبعا نفس الشيء حتى هو خدمته عباره عن غبره بورسلين صبيها في قالب تعطيك الشغل هذا بعدين انت تلوني وركبت عليها طبعا الرايزن اللي هو الطبق حتى السفره اللي قدامك والمتر تقدري تغسليه انت هذا ما تفكي بس القطع وتغسليها في القطع المعدنيه اللي تنفك طبعا بالنسبه للمتر لكن السفره لا تقدر تغسليها عادي وتتحملها حلوه هذه الاشياء نديروا حاجه استاذ عبير ان شاء الله اكيد طبعا احنا معانا نديروا حاجه مش ديري صحيح صحيح ما شاء الله وريهم شغل الحلقه اللي فاتت ايه الله يبارك الله حلوه الزرقاء الزرقاء هذيك هديه لي انا لا طبعا هذه خدمتها انا وكملتها لي استاذ عبير وفي ناس تحاول تطلع ملك اليوم اختاري شو تبي ملك نخدمه اليوم لك انت اختاري حتى الالوان هاي اي نحب اللون الازرق والابيض عادي انا اصلا انا يعني حوشي في القاهره كلها ازرق وابيض اللون هذا يعني حتى لي من عشاق حتى لي من عشاق اللون الازرق كل عشاق اللون الازرق بحب اللون الازرق هلبة ممكن حتى في شغلي الازرق والمعتق طبعا الاسود ودرجات المعتق النحاسي وكذا نحبها هلبة اللي فيها تعتيق طبعا هذه كذلك حتى احنا خدمناها بالديكوباج ودرناها بالورنيش الحلقه اللي فاتت نقدر نستغنوا على الورنيش وندير طبقه خفيفه من الرايزن الشفاف ونحطها فوق منها بفرشاه او نصبها صبان حلو حيحميها أكتر وتعيش معك أكتر حتى لو مثلا السفرة نفس الشيء طبعا لو أنت زي توا هي سفرة الخشب مع السفرة على فكرة بتاعي سفرة الخشب هذه مخدومة بالديكوباج الله ودرنا عليها محلا طبقة من الرايزن الشفافة ناقصها تاكم قهوة هذه بس أي جد والله فطبعا هو يتخلط مع مجموعة ألوان الالوان هي اللي تتخلط في البودر اللي هي زي توا بودره الوان في الاكريليك وفي هلبة حاجات ايه في الوان اكريليك لكن الوان اكريليك خاصه ايه خاصه بالاي بوكسي هي هذه الوان خاصه بس اي بوكسي سهله وفيها نسبه بسيطه تحسها سايله هلبة على الاكريليك العادي وفيها نسبه من الرايزن يحطوا فيها يعني ممكن انت حتى تستخدمها هي بروحها طبعا في كذلك مجموعه اكسسوارات اخرى اللي هي الرش اللي هو الجلتر اهو الرش الخفيف في كذلك الرش الثقيل اللي هو هذا اي حتى القوالب اشكال وانواع قواقع واحجار أي. وكذلك مجموعه احجار نقدر نضيفه كذلك حتى ورق الذهب وورق الفضه حلو الله باش يعطينا المؤثر اللي في الرخامه نفس في الطبله نفسها هي الطفايه نفسها زي السفره حتى هذا عباره عن ورق ايوه زي السفره اللي امامك هذا عباره عن ورق ذهب وفضه ونستخدمه طبعا فيه اللي هو المقابض المقابض الخاصه بالصفر او المتارد أي. أي. او المتارد اللي هي الحاملات أي. وممكن على فكره ان هم ما شاء الله دائما عالم مبتكر مطلعين قوالب خاصه للمقابض هذه محدومه موجوده اي تقدر تخدميهم ذهب يعني باللون الذهبي او الفضي او تقدري مشففات زي توا لما تركبيهم طبعا على السفره يعطوا منظر حلو بس تحشي كل الشغل ليك انت يعني كل انت مشتغلتي نحب من القطعه من البدايه للنهايه تكون شغل يدوي طبعا ناهيك عن المؤثرات الاخرى اللي هو طبعا هذا مستحضر جديد طبعا هو خطير شويه بمعنى كيف خطير لانه مش خطير طبعا في استخدامه لكن هو عباره عن تينر وغبره الذهب والتينر كنا نعرفوا انه هو ريحته قويه صح هذا فلما تخلطيه مع بعضه هو تعطي به مؤثرات جميله جدا 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 لشغل الرايزن خاصه في اللوحات زي اللوحه هذه ما شاء الله ما شاء الله حلو نحن ضفنا المؤثر الذهبي ولوحه كذلك هذه متاع السهاره ضفنا عليها مؤثر الذهبي طبعا نستخدمه كذلك الاستشوار اللي هو المجفف الخفيف لازم يكون طبعا خفيف وبسيط ما يكونش الاستشوار المجفف الكبير العادي بتاعنا في نوعيات الوفاه هي صغيرونه تمشي مش ضروري يعني هداي هو صح هذا حيناسبك اكثر لان قوه الدفع نتاعه والحراره انا ريتهم حتى يستعملوا في استشوارات الصفر الصغيرات اللي ما الصغيره ما تكونش قويه الحراره نتاعها كذلك نستخدموا في شعله حلو الشعله هذه لها حالتين تاع الحلويات هذو ايه تاع الحلويات نفسها تقدر تستخدميها ونفس يستخدموا فيها حتى اطباء الاسنان وفي في الاشغال هديه طبعا عندك بها حاجتين اما تتحول لك الفقاعات اللي لهوة. هي جي لهوة وكذلك تخلي لك الرايزن لزج سائل في حاله انك انت مازال تبي تضيفي لون تبي تضيفي مؤثر بتضيفي حاجه او حتى لهم اليدين نتاع السفره بيتسلبوا بسرعه يعني ولا ياخذ وقت لا هو ياخذ وقت لكن مرات وانت تشتغلي فجاه خطرت عليك هيك حاجه بتضيفيها عجباتك كذا فتقدري تستخدمي طبعا عنده عبوه خاصه تحطيه بها ونقدر نستخدم الكحول كذلك لإلغاء الفقاعات اللي موجودة حتى الكحول لنا في بعض الكوسترات ما يشيش نبدو في الشغل نبدو احنا عندنا طبعا مكاييل خاصة هلبة طبعا بنات يسألوا فيه انه هو لا نبي ميزان ما هوش ضروري ميزان يا بنات يعني ممكن تستخدموا المكيال العادي اي مكيال عليه عدد
ونستخدمه حتى المكيال بتاع شربه. حلو. قصدي حاجه مستحيله بالمعيار مستحيله، عرفتي؟ يعني مش ضروري انك انت زي ما تقولي لا نبي ميزانه ودقيق وكذا، لا تقدر تستخدمين مكيالات هي. ويبدو عندك طبعا اكواب انك انت نخلطوا فيها باش نقدروا نحطوا فيها الالوان، كذلك يتم التخليط بالاعواد الخشب باش نحني، والتخليط يكون طبعا بطيء بشوي بشوي مش سريع باش ما تتكونش معنا الفقاعات. في نقطه اخرى بنتطرق لها قبل ما نبدا، جهاز التجفيف. هل بيسالوا في عليه جهاز التجفيف؟ لكن جهاز التجفيف ما يستخدمش مع كل انواع الرايزن. على يستخدم علاش؟ لان في انواع رايزن ما يجففهاش، تاخذ وقت اكثر. في نوع انواع لا، تزي النوع هذا مكتوب عليه اليو في، هذا تقدري تستخدمي معه المجفف. وفي نوع اخر حتى هو تقدر تستخدميه لك لازم يكون مكتوب عليه يو في. هو عاده ياخذ في 24 ساعه باش يجف كومبليت، هو 24 يعني. ساعه، وفي انواع تاخذ حتى 48 ساعه. هو في العاده تو زي النوع هذا الايطالي اقل حتى من 24 ساعه، هو 12 ساعه يعني. التركي هو ياخذ حوالي معناها متاع 24 ساعه. انت كل ما خليتيه اكثر كل ما تصلب اكثر، هو بس في رفع ثمن الكوستر. مرات انت تبي تديري ديزاين معين احنا خدمناه وكان موجود في الكوستر، تبي تديري اي تشكيله زي تشكيله المترد هذه، فهذاك الوقت لازم يكون معك متميع لما تطلعي. يعني زي البلاستيك هكي طيب تتميع معك. ايوه زي الورق. الوقت خلينا نبدا، احنا حنبدا نشتغل تو ان شاء الله. بتشتغلي انت عليه لو حاول على الكوستر عادي كيف ما تحبي. طبعا ممكن ناخذ هذول اللي قلتي عليهم بكري. تمام. طبعا سادة عبير قالت هذوما خاصات مش نفسهم زي اللي نتاع الحلويات. بكر نسالتها نفس السؤال، قلت لهم نقدر نستخدم السيليكون العادي نتاع الحلويات هذو اللي نباعوا في محلات؟ مش قالت لي لا مش نفسهم هذو خاصات بال، علاش؟ لان هذا السمك محدد، الحلويات فيهم سمك كبير يعني فصعب شويه. في نفس الوقت هذو ماي مقاومات تحسيهم مش زي نتاع الحلويات. كذلك نقدر نشتغلوا طبعا حتى على الكانفرس، لو حتى الكانفرس تقدمي اي لوحه انت تعجبك مش ضروري على الخشب وعلى الكوسترات. انا شفت في اللي ما عندهاش قدره يشري حتى القوالب السيليكون انه ياخذ في الصمغ المقوى الابيض فيشكل بروحه عليه. السيليكون السائل. ايوه السيليكون السائل تقدري تصمغ، بس تبي حاجه يعني تبي زي ما تقولي ممارسه بالضبط وتبي دقه في الشغل. طبعا عشوائي الموضوع. انت كيف تقولي ممكن تسندي يدك وبعدين تديري. اي صحيح. وطبعا لازم تكون عندك زي بتقولي ارضيه خفيف من تحت ارضيه. اي نستخدموا هذا مفتوحه. لا هي حنستخدمها مش حيسد لنا، حناخذ الرز ناخذ هذا وهذا. هي طبعا المعادله الاولى لازم يكون في قياس. اي طبعا حنا ركزي يا بشرى انت بتتعلمي معاكم ما مخلي لي الزرقاء لا حتى مالك طلعت بها عجبتني. انا نحب الازرق انا والابيض. معلش جيت متاخر بصراحه. ديروا ما تديروا ابدا ولا تحاولوا تقنعوني. واقفه غالي مسيطره على الوضع تماما. حنبدو طبعا بالنسبه يعني بحكم عندي خبره فيه من فتره فمركزة على كل كوستر كم ياخذ وكيف نقدر نشتغله. طبعا اول حاجه تو زي هذا خلي الكاميرا كذا توا حنديروا باش يسدنا. طبعا غادي حنديروا من هنايا 100. ايه حنديروا 100. هذا الريزن ولا الهاردر؟ هذا الريزن حنحطه 100 بالضبط 100 ملي. هذا الايطالي صح؟ لا هذا التركي. التركي الايطالي غادي نوريه لك حتى حنفتحه لك تشوفيه. نفس الشيء حتى هو اي وبي. هو يجي مكتوب عليه سدى عبير. ايه يجي مكتوب عليه، لكن الاغلب ما يزبطش في طريقه الخلطه، فدائما يعني في استشارات، عرفتي؟ في اسئله على الصفحه فيقولوا لي كيف نخلطه وهل يجي اي او بي وكذا، فلازم يعني من السؤال. هو حلو يقولوا لما تسالي احسن يعني. اكيد طبعا اكيد. طب 100 رزن والهاردر قد ايه؟ 5 الهاردر 50. 50 100 الى 50 زي ما قلت لك النسبه هي عباره 5 قالت لك نسبه 100. 100 انت قلتي مش 10 صح؟ النص بالضبط. انا سمعتها 10 حتى انا سمعتها 10. اي 10 الى 5 100 الى 50. لا انا حسبت توم دايره 10. لا لا دايره 100 وهذه توا بنضيفوا هنايا ال 50. زي ما قلت لكم المصلب نقدر حتى لو زدت شويه على 50 يعني درتها زي ما تقولي 52 53 ما يضرش. ما يضرش عادي ما يضرش، بالعكس يعطيني تصلب اكثر. طبعا هنا قاعده احنا ما وصلتش لل 150. لا ممكن استعمل الثانيه. اي هنستخدم الثانيه. هل نقدر نخلطه من شركتين ولا نفس الشركه؟ لا يفضل نفس يفضل. الشركه لان حتلاحظي ان كل طبعا هذه حاجه زي ما تقولي معروفه في مثلا كل الشركات، عرفتي؟ عندي شركتين كمل مني من الشركه الاولى، انا مش حنقدر نكمل نجيب من نفس الشركه. صعب. انا مره جربتها اعطتني النتيجه مش كويسه. النتيجه مش كويسه، كان شويه حسيتها ما تصلبليش بسرعه. لأن زي ما قلت لك كل واحد عنده وقت التصلب نتاعها. طبعا هذا بالعود الخشب. لازم العوده حصرا ولا خشب ولا بلاستيك لو عندك؟ وافضل العوده هي يعني اصلا سهله تلوحيها بعدين حتى لو كانت طويله شويه يعني. فنقعد نخلط التحريك في مده معينه ولا ننحس حاجه زي ما تقولي ثواني 5 ثواني الى 10 ثواني وانت تحركي زي توا بعدين تخليها على تركينه
ونقدروا نفصله بعدين في اكواب، طبعا مجموعه اكواب بلاستيك حسب الالوان. إيه؟ لو انت تبي تضيفي مثلا ليه الوان ليه تواصل قهوه اريح صح؟ إيه تواصل بلاستيك بتاع القهوه ولا بتاع الميه كويسات على الاقل تلوحيها بعدين لكن بالنسبه للمكاييل هذه جنينه، عرفتي ان هذا كوب مكيال، هذا كوب مكيال وهذا كوب مكيال يعني، وهذا زي ما قلت لك الصغير من بتاع الشرب بتلوحوش استخدموا للمكيال. فأني تازه تو حكي به الالوان نضيفوا الهدوم السائله والهدوم اللي زي هذا كيف تحبي. انا عاده السائله دمهم يحبوا الازرق، خليهم يديروا لهم ازرق خلاص نديروا ازرق والله طلع طيبه. طبعا انا حنطلب منك خدمه، ممكن انك انت مثلا تبدي لو عاجبك هذا او الازرق شوفي انت اللي يريحك، ديري مثلا ازرق 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 ديروا مثلا في الجوانب اه تمام بشوي كيف نحطه عادي يعني ما فيش حاجه عادي او بملعقه او حتى لو مثلا تمام نصب شويه مثلا اوكي مش رح نفلح فيها هذا اليوم ولا لا مش عارفه. لا ان شاء الله اكيد زي ما شاء الله كنتي في الديكوباج فاكيد حتى هذا بس انا عندي الرزن قاعد احلى وامتع بصراحه، احلى من الديكوباج. بالعكس الديكوباج فن عريق وجميل جدا، انا لقيت روحي في الرزن اكثر بصراحه. انا طبعا الرايزن حس فيه يعني زي ما تقولي ماده مؤثره اكثر من كونه هو فن بمعنى الفن يعني، لان انت مثلا حتى ذوقك حيطلع في تركيبه الالوان والتشكيل وكذا، حتى هو فيه في تاتش بتاعك. هو شوفي انت تعلمي ريزن وانا اتعلم ديكوباج وخلاص مش اي عادي عشان الحاجه ايوه نكملوا بعض. وين اخذهم؟ باقي الحاجه لا تحليلهم انتوا تعلموا اشتغلوا وهي تعلموا اشتريهم بشرى بنبدا جاي على البارد ايوه. طبعا خلوه شويه هو هيك زي توبا. وعلى فكره هي القطعه هذه على فكره غاليه جدا يعني، مش الناس تعرف انه حتى اللي يباع في السوق يعني نيم مواكبه الموضوع هذا غاليه غاليه، ما يقولكش لا بلاستيك ولا، لان هي هاند ميد طبعا المفروض غالي. المواد المستعمله الذهبي والفضي غالي طبعا، اصلا فيها مجهود اكثر. انا بالنسبه لنفسي كان متعلم حاجات هذه ما مش موضوع اني انا بس نبيعها يعني، مش ندير حاجات في حوشك خاصه بيك يعني، حتى حد يخش تحسي لمسه يعني صفرك بروحهم شغلك بروحها، بس تحسي الموضوع هذا حلو هلبه يعني هيك تمام بدش نديرها فيها يعني. حتى لما تبي تكتبي مثلا اسمك على الاسواني تقدري تدخليه حلوه تبدا هذه فكره حلو، بس انا ما بنحبش الهلبة يعني ما نعرفش ممكن نديرها موضوع الاسم هذا في يا اما حروف جاهزه او كلمات جاهزه بماده اسمها اكراليك تكون رقيقه هيك ورعيفه وتلتقي او بالقلم الحراري وبالورق الفويل الحراري الخاص بالكتابه تقدري تزقي صعبه شويه تاخذ على القلم الحراري عندي ايه طب انت اللي بتكتبي او إيه؟ في الات طبعا في حتى اله الكاميون، اله الكاميون هي والكريكت هي عباره عن اله تكتبي فيها الاسم الرسمه اللي انت تبيها وتدخلي الورق هذا الذهبي او الفضي او الشفاف تطبع لك هي وتقص لك وانت تطلعها وتحطيها بس للرايزن حلو. ففي عدة يعني ما شاء الله الآلات والابتكارات والحاجات في الشغل تو الألوان ولا بنديروا؟ إيه تو احنا بنديروا أزرق بين ما أنا كملت هادو الأزرق نفس ايه. أزرق ملكي ولا أزرق موج بحر ولا هيك الأزرق بلو نفسي لبسات عيني ملكي ملكي نديروا بدعاية نفسي لبسات عيني الملكي وندخله معاه ممكن ورق الذهب في الوسط ماشي أنا موافقة أي حاجة موافقة وش رايك انت يا بشرى؟ قمه البلد هذه لا وتسالي في بشرى بعد شنو بعد ما قررتي مثلا؟ لا ما نحاول نخشش فيها في الموضوع على خاطر ناخذ بعين لوحدنا ولا انت شو رايك؟ بركي لا لا انا بالنسبه لي متنازلت لك انا هي تنازلت لك مثلا على شنو؟ على اللوحه طيب اطلعتي ورق الذهب لا وراك حاجه ثانيه تنقول لك اي والله حسيتها والله يا حسيتها خلينا نجيبه هنا هيك باش يبان مش حاجة بلاش بتسوي لها مش حاجة بالبلاد أول حاجة حندير الشفاف شوية من الجوانب عرفتي هيك لو الكاميرا فوق عليه اللون كله مع بعضه لأن حتى طريقة إنك أنت لما بتصبي لها دور طبعاً في اللي صب عشوائي في اللي لا لكن لازم تكون مثلا عندك فكرة معينة إنك أنت تبي تدرج الألوان وتبي في نفس الوقت ال شو اسمه هذا الرش اللي حطنا أول حاجة يتغطى ما تتحركش من مكانها نصبه زي توه بعدين حنصب الازرق صح؟ بعدين اعطيك تصبي الازرق انت توصي يا اكرم حنا الازرق وحنودي ورق الذهب توا انا باش نديروه الازرق حنغطوا به كل المساحه الأزرق. خلاص ولا ماش بنحطوا لون ثاني شويه بشويه بشويه في الوسط انا حندير الذهب خلي لي مسافه بسيطه أوكي. في الوسط ركزي يا اكرم سمي
بسم الله. سميت بسم الله، خيركم خايفين؟ لا عدل ما شاء الله، هي اللوحة الصفر مرفعت خدمتها ما شاء الله عليها، بالعكس على طول يعني استوعبت الشغل وكانت. لا هي أصلا إكرام شاطرة في الحاجات هذه، مش حتاخذيها طبعا شوية. إيه لا لا عادي عادي نمسك، وهذا ورق الذهب نحطوه بالطريقة هذه، هو طبعا خفيف هلبة. كنت تشوفي بشرة إكرام، شوفي كيف خفيف هلبة، شفتي هذا ورق الذهب بشرة خفيف جدا. جميل هلبة حلو، حطيتها توقني في الرايزن وبنحركها. حلو. باش هو هيك زي هذه يتفتفت يعني. الصفرة نفسها حد الفضي، شوفي الفضي محلى، فضي حلو، قنينة الفضي. نغير عادي، خذي كي قسمو مسكينة خلاها تروح بشيء. ما قلت لك حجزات من بكري، عرفتي كي روحت لازم نقسمو انا وياها العدد. برافو تمام. انا بس لبس شويه، لا بتزيدي. لا لا عادي هذه طبعا نزيد ازرق في حاله إيه؟ اصلا هو مزال شويه عليك كامله. كامله ما شاء الله. هيك تلبسي معك كده ديما المنديل المعطره تقدري تمسحي عليه. اصلا هي هو ما يجفش بسرعه يعني. زيدي جهه هذه حسيتها شويه، باش نديروا ورق الذهب. يا ريت الكاميرا عليهم بس. ما شاء الله في ناس عرفتي نحس فيها توا تتمنى تكون مكانك. أيوه. عرفتي معاش مرة وهلبة مش واحدة ولا اثنين. نحب نقول لكم ان الموضوع ممتع على الاقل واحد يساوي روح. تمام توا نجو لورق الذهب، انا حنصب واحدة انت كملي الباقي. باهي نحطوا زي توا هيك ممكن تكمل عليه. انا طبعا هادو سدى عبير كوسترز صح؟ اكيد. وبالراعوا طبعا احنا ارتفاع الكوسترز نفس الشيء. الكوسترز اللي هم الصوان اللي تحت التواصل. والله اي ممكن نزودوا شويه هنا لانه كوز لاختي انها تتواصل خلاص. اي تحتهم شويه الارتفاع نتاعها يكون عرفتي بسيط، فنحاول قدر الامكان احنا نزودوا باش نوصلوا الارتفاع اللي احنا نبوه، ونزيد كذلك الشفاف. ديما اصلا لما تخلطي خلي نسبه شفاف بروحها باش تقدري تضيفيها، عرفتي؟ لو لا سمح الله حتى اللون قشلك في بعضه وما عجبكش، شوفي انت لما تضيفي الشفاف اللون بروحه يمشي لداخل يخش. شوفي تو انت لما صبينا الازرق، وشوفي تو لما صبينا الشفاف. حتديري له ميكس الازرق هيك تغيري له من شكله ولا بتخليه هيك؟ اكيد تو اصلا كيف ضفنا احنا؟ وبعدين عندنا اكثر من طريقه، يا اما اني انا بالعوده نقعد ندير تشكيلات زي توا ندمجها في بعض يعني. ندمجها او اني انا بالاستشوار طبعا زي ما قلت لكم الخفيف البسيط. عاده الاستشوار انا نفضل في اللوحات، لان الكوسترات اللي زي توا صعب شويه، ممكن لما تدير مسافه قصيره وتطلع منك الماده شويه، ممكن على سفره ممكن تبان اكثر. صح حتبان لك اكثر. الحين طبعا هذه نعتبره اكتملنا، باش نخش ان شاء الله على اللوحه الثانيه كيف نقدروا نديروها ونخلطوا لها. اكرام هل تبي زي هذه سدى عبير؟ ممكن اللوحه الزرقاء هذه ممكن بالاستشوار صح، دمج الالوان. اي صحيح بالاستشوار كان. وفي نفس الوقت طبعا قعدت زي ما تقولي بعد ما خدمت الالوان وزهجتها جهزتها وفصلت الالوان متاعي لاني نبيها خليتها شويه، لان عاده في الكوستر لما تخدميه اول طبقه تحطيها تكون سائله. جمعيها على اللوحة كلها، مثلا اللون الأزرق أو أسود أو أنت شنو تبي تشتغلي. طبعا أنا لما اشتغلت في اللوحة هذه أول ما درت اللون الأبيض في اللوحة هذه، درت اللون الأزرق ودرت في الوسط أبيض. حلو. خليتها بعدين بديت دمجت الأزرق كله على المنطقة اللي أنا نبيها والأبيض على المنطقة. حلو. اللي أنا نبيها بس، وضفت طبعا بين اللون الأزرق والأبيض مادة شفافة باش ما يخشليش على بعضها. حلو. ويتشكل يقعد لي هيك اللون اللي أنا نبيه السادة بروحة ذهني طبعا، أزرق ملكي والأزرق البلو والسماوي حاولت إني أنا، وبعدين دخلنا طبعا الذهبي. بعدها تبدي تشغلي تخليه شوية وتخلي الألوان لين تحسيه يتماسك معك شوية، لأنه هو في الأول حيكون سائل زي المية، بعدين يبدا يختر 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 لعند ما يولي زي المحلبيه. لما يولي زي المحلبيه ممتاز جدا في شغل الكوسترات. وبعدين حلو. تستخدمي الاستشوار وتستخدمي الشعله يعني. طبعا خلوها تعتبر خلاص تمام جاهزه. باهي هذه تقعد تجف طبعا
طبعا وحنغطوها طبعا. في طبعا هي ما شاء الله فهي كم تقعد؟ لا اكيد ما شاء الله ما في شقعات كم تقعد؟ الله تكرم ان شاء الله تقعد زي ما تقولي 24 ساعة او اقل شويه. هي رغم من انت قلتي اصلا هذه من 12 تقريبا ولا هي رغم من 10 ساعات لما تجي تشوفيها حتلاقيها ما عادش سائله لما تكتبي ترفعي فيها كذا ولا حتحسيها ان هي شدت بعضها لكن شنو لذيذه يعني زي كريم شانتيه قاعده مش مش متماسكه يعني العقده لما نديروها بتبدا هنا بعدين تزيد تغلب نفسها بالضبط حلو فهذه تو هيك تعتبر مكتمله ما زال السشوار ما زال المجفف بس احنا هي بالنسبه زي ما قلت لك تو ما فيهاش اي فقاعات لكن نقول بالك احنا مرات يكون فيها اي فقاعات او حاجه ندير اني الكحول بخه بسيطه هكي زي تو حلو كويس بس مش لا سمح الله تبدا عندي فقاعات او لانه واضح في الكاميرا في فقاعات على ما اظن خلاص معناها هتمشي يعني على طول احنا مش باينه مش باينه لكن هيك تمام حتى الارتفاع بتاع الكوستر تمام يعني تحسي الارتفاع ما فيش مثلا جهه اعلى من جهه او جهه مثلا اقل انا هنا شويه بس لان خش الازرق فنبيه ايه غادي في الفقاعات هي اصلا بالك لا بالك اللي هما تشبحوا في الجولد ايه في الذهبي راهو زي الحبوب هما مش ناعم مش اللي حطيناه في النص زي الورقه ايه في الحاشيه اللي في الحاشيه ايه راهو زي شادك القيقوني طلع لك كانه فقاعات الناس استغربت ما فيش فقاعات ايه انا بقول لك ما فيش حاجه كي تمام طبعا زدت شويه بس تبي تقول لنا كرام ما تعرفش تدير خلطت انا اللي خلطت ترى مش تو اكرام بتخلط ان شاء الله قولي لها ايش ما تقولي لها بهي على السريع طبعا هي حنصبوا هدايا لا ان شاء الله هو احسن ما فيه هو مش زي الديكوباج ياخذ وقت عرفتي ما ياخذش وقت هلبا في الشغل الديكوباج ممكن لانه مراحل فبياخذ منك وقت نصبوا هذا 100 وهذا 50 فقط الدرس لا بالنسبه للوحه حناخذ اكثر شويه حناخذه 150 وطبعا عندك 50 و25 حنزيد عليها 75 حتى لو طلعنا فوق ال عند ال 200 معناها هذا 150 ولا 150 هذا لان اللوحه حتاخذ مننا اكثر شوي حتى اللوحه ممكن نديروها ازرق وندخل معها لون ثاني هيك اسود وكذا هي شاركونا في الالوان لا يصير نعمل ازرق عادي اي نشوف الوان ثاني شنو عندكم ثاني بس هذه اللي عندي 100 استاذ عبي 100 وشويه 105 قالوا لك اخضر شباب كنترول وفي اخضر في اخضر اهو اللون هذا حلو مش أصلاً الله حلو اللون هذا يلا تمام حلو اللون انت موافقه اريج موافقة. ممكن ندخله مع ذهبي ولا فضي هو زي هذا ذهبي ذهبي حيطلع اللون زي هو حلو لا ده لا فضي ندخله مع فضي ذهبي لا الاخضر ذهبي يطلع احلى هذه يلا ذهبي بس حطتنا 100 لا لا اوكي ناخذ 100 معناها ما زال عندنا حلو فضي اريج فضي يا ذهبي 10 50 عليكم على الدقم والواحد هذا الغريب يلا طبعا في حتى لون النحاسي وفي اللون البرونزي في الموف في الوردي في ملاحظه حاجه مهمه جدا جدا بنات انا ما قلتهاش ونبي نقولها ان في اللي يخلط بين الالوان الكحوليه وبين الالوان الاكريليك الخاصه بالرايزن راهو صاير هلبة طبعا انا في هلبة مسوقين للرايزن توا حاليا ما شاء الله بنات وشباب وكذا فنبي ندير الملاحظه يعني مهمه جدا ان هذا ما هوش كحولي هذا اكريليك خاص للرايزن اللون الكحولي اهو عاده يجي معاه ضروري يجي معاه شو اسمه تينر ضروري حلو وهذا هو الكحولي الكحولي حتلاقيه ليكويد اكثر خاص كورال انك هذا كحولي حتى المؤثر بتاع الكحولي يختلف على مؤثر انا شفت فيديوهات في الانستغرام سدى عبير اللي يبوا يبدو بدين حتى بالاي شادو الظلال بتاع الميك اب اللي هم القويين جدا اللون القوي وبدوا به ككلرز ومشى معاهم كويس صحيح. كمبتدئين رأي. هو طبعا راهو اكيد في فكره خاصه لان في بنات جربوا ومع الاسف الشديد شندر لهم يا اما ترس بلوطه يا اما طلع لهم فوق ودي منظر مش جميل منظر حلو الحق لهو راهو هم الميزه نتاع بعض زي ما نقولوا احنا الناس اللي تشتغل حرفيين ما يعطيكش كل شيء على اليوتيوب صح ما يعطيكش السر الاساسي يعطيك هو المواد شنو يخدمك شنو السر اللي داره هو ما يعطيهولكش عاده الاستمرار في الشيء هذا شغل حتكتشفي في كل مره صح. كل حاجه انت كيف تعالجيها كل حاجه انت كيف تشتغلي عليها شوفي انت نقص عليها ممكن ما عادش تقصوا علينا لان ما عادش مازال هلبه مش نشتغل على الوحده خلاص كملت انا هيك تو نخلوه المفروض هيك تمام ولا نفصلوه طبعا احنا بننحوا بشرى اليوم بعد الحلقة مش عارفة شو بتدير فيا بروح على طول انا من هنا اسمع حسين وضارب معك اكرام الله هي تو مستمتعة وفي نفس الوقت عرفتي تغلي تتمنى تكون هنا عرفتي تشتغل معنا لا انا ما عنديش ثلاثة على الكادر لا عندك حق عادي برا لك بامكاني عادي ولا يهمك ولا يهمك
بعد الحلقه لاحقا ولا يهمك. في اتفاق بيناتنا طبعا. بالنسبه للتنظيف طبعا صعب 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 جدا هذا أكيد. بالنسبه لتنظيفه فبالتالي من اسهل الاشياء اللي انا نستخدم فيها ولاحظتها ان هي لما نبدا طبعا وني نشتغل الكنيكس المعطر لما نكمل الشغل ممكن كان لاحطه ما شاء الله ايه والله تمام ايه لان هذه خاصه سيليكون خاصه تقدر تشتغلي بها حتى لو عندك كوب بلاستيك قلنا 10 دقائق مش عارف يكفونا نديره ان شاء الله اللوحة. ان شاء الله يكفونا حنقسمه اصلا بس تمام. اللون هذا صبي قسم اثنين ايه. حتى نص تمام مش نحطه فيها اللون الاخضر بس باي فرشته تحت هاللوحه في ارضيه ولا مش حتخطوا لا هي غارقه شويه تمام تمام ايه حاشيه تكون زي السفره عرفتي كيف نخلطه هذا لان هذا باودر مش زي مبكري ايه باودر طبعا نسبه البودر لما بتاخذي لما تبيه خفيف تاخذي هيك تبيه ثقيل شويه اكثر شوي ازيد شوي حلو لو ما عجبتكش حنزيده حركي كويس اي ممكن حيالي انتوا قلتوا فضي ولا ذهبي يا بنات ذهبي ذهبي هو اصلا الاخضر تحسه ذهبي احلى الفضي حندخلك لون راهو مش حندخلك ايه ايه فضي ممكن نديره كورق معش كنا اي ما عنديش مشكله الاخضر نحط معاه فضي اصلا انا احب الفضي اصلا 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 هي الفضي إيه؟ لا الفضي حتى نايم من عشاق الفضي حتى ممكن نزوده شويه حسيتها هيك إيه؟ هافت هلبل يمشي مع الازرق يمشي مع الاخضر يمشي مع كل حال يمشي معي انا شخصيا يمشي معك إيه؟ حتى اللي جد خضراء حنصب الشفاف قبل ولا نشتغله بالاخضر على طول حنصب الشفاف شويه منه وبعدين حنصب على الاخضر نشتغله على الاخضر هو عادي طبعا صب حتى لو صبينا زي توا هيك وبعدين نصبه عليه الاخضر مش بس طبعا الكوستر من الجناب يا اما نديروا ورق الذهب بالغراء الخاص به لتزيينه من الجوانب باش يعطينا لون ذهبي او في المحدد الخاص حلو الاقلام هذا المحدد هالبنات مساعدين مساعد صح دقيق هو نفسه طبعا المحدد تقدري به حتى تفريعات وفي اللي عندها جو بالريشه يعني وتقدر تستخدمي الريشه يعني ما اخذ الوقت بس خلاص لا تو ان شاء الله هذا الشفاف حناخده حنديروا الشفاف في النص بيناتها هيك وهيك مش ما يخطوش بعض حنصب انا هذا هنا حنديروا الاخضر ما بيناتهم ولا بعدهم؟ لا صب الاخضر لان هو اكثر يا عم دلعتيه معناها هيك كلها اخضر بين حطنا في مسافات بعدين كيف لا صبي هنا طبعا تنقول لك المسافات بالاستشوار وبال خلوا شوي الجهه الثانيه خلوا تقعد مغر اخضر ايه ديرها شوي هيك طبعا عاده في اللوحات اللي زي هذه والكوستر الذهبي اللي مش عاجبني طبعا المنتج هيكون حلو انك انت تستخدمي حتى ايدك في الشغل يعني عاده طبعا هم هلبة يسهل عليك في توزيعها او اللوحه الخشبيه بلوستك بس او اللوحه الخشبيه يعني توزتوني هيك باش نقدر حلو نشتغل وهذا ندخلوهم في بعضهم أي. ولا حق انت لابسه جوانتي هي معي بس بشويه ولا مش بالهال يعني هو اللي بندخلهم في الاستشوار تكون معنا بس الفاضيه بس نشتغلوا عليها طبعا حناخذ الاستشوار حتكون هيك ان شاء الله لوحتنا شبه اكتملت طبعا اللي يفضل من الالوان نقدروا راح نضيفوه سواء كان الشفاف ولا اللون الشفاف او اللون الدامي ناخذ طول استشوار وحتشوفوا الفكره كيف يبدا يعطينا تموجات حيدير لنا تداخل طبعا هو يعطل شويه لانه صعب كيف يمزج مع بعض يطلع بشد شوية تقريبا واضح كيف انه هو يتحرك شوية باش يوصل في الطبقة اللي تحت هتطلع صفرة جميلة بصراحة وطبعا نقدر نضيفه من هنا يا ورق ذهب لو حبينا في المنطقة الشفافة حاجة بسيطة او تضيفي مثلا الرش كيف يرجع يعني الموضوع يرجع او تضيفي مثلا دوق كل واحد شو يحب احجار كل واحد كيف يحب هو في اللي يحب يشتغل على الالوان فقط
حتى اللي شفتهم بكري اللي زي الورد. ايه تقدر تضيف ورد ايه. كذلك ايه الورد المجفف نقدر نضيفه، حتى بعض التحف في بعض القطع الاكسسوارات الصغيره نقدر نضيفوها. في الامشاط بعد ما نديروها هيك شو عندنا اهم الملاحظات مثلا تو بعد ما نديروها زي تو ايه. طبعا هي حتقعد تتشكل، كل ما انت تشتغلي حتقعد تتشكل معك، حتى بعد ما تخليها خلاص يعني ما عادش تستخدمي استشوار، ما عادش تستخدمي شيء، تقعدي مره بعد ما تغطيها طبعا ايه. تقعد انه ضروري تغطيها لان الغبار والشعر والحاجات الدقيقه جدا تاثر في اللوحه، لو انت تبي شغلك يكون لك نظيفه يعني يكون لك جميل. طيب بالنسبه للاطراف شو ممكن نشتغلوا عليهم ولا خلوهم ايه الاطراف ولا؟ نقدروا ان احنا مثلا حاولنا بقدر الامكان الحمد لله زي كرام ما شاء الله زي انين احنا ما لبزناش شيء، نقدروا بعدها نديروا لون اللي هو اللي قلت لكم عليها عاده في اللوحات نديروا لون هذا ايه. ذهبي فضي نحاسي او لون اكراليك عادي لونه بيه او المحدد هذا ايه. فنقدروا طبعا احنا في حتى هي حاجه حنقول لكم عليها حلوه، انك انت لما تستخدمي الكحول هنايا حيعطيك تاثير جميل للوحه حلوه صح؟ ايه صح. بعد هذه طبعا انا عندي لا دائما نحب نتاكد انه احيانا يكون مش معبي، نعبي اللهب شويه وبعدين قاعد تاثير الكحول قاعد تتغير ايه يعطي منظر منظر جميل هذا اللهب. حتكون يدك سريعه وتحاولي بقدر الامكان انك انت ما تقربيش منها هلبه وسريعه يدك شقوي بكل صح؟ الاتجاهات ايوه ما يكونش قوي زي توا. طبعا حتى الكوستر تقدر تستخدميه عليه، لكن الكوستر بتراعيته في المرحله هي اللي إن في زي الفواصل إيه؟ بتراعي انك انت ها تكوني بعيده وسريعه زي توا سشوار امن على الكوستر لان الكوستر حيضرها. طبعا هذه اللوحه نتاعنا نقدر احنا شوفي حتى مازال اني نخدم باللوحه ونقدر احنا بحكم الوقت ممكن زي توا في نفس الوقت يعني نقدر بعود الاسنان العود ايه احنا هذه ديما نعرفها ديما تاع عود الاسنان ندير زي التفرعات ندير زي الخطوط فسطه يعني زي ما قلت لكم اختيار الالوان والشغل نفسه في حد ذاته للرايزن يرجع لذوقك انت والفكره نتاعك. حتقعد زي الاول 24 ساعه باش نقدر ايه لا بالنسبه للكوستر اقل شويه عاده أقل؟ ايه لان مش بالنسبه لقصدي اللوحات باش نضمنه يعني اللوحه ديما اقل شويه علاش لان اللوحه كميه الرايز اللي احنا درناها خفيفه وفي نفس الوقت الخشب والكانفرز يمتص حلو فمش حي مش حتقعد يعني مش حلو في حاله طبعا الكانفرز بما انها هي فيها حواشي في حاله ما عندكش حواشي شو بتديري؟ حترفعي اللوحه وتحطي تحتها يعني زي ما نقول قواعد اكواب صندوق انت ما تبيش مثلا يجيك في الوسط باش لما انت طبعا تحاولي بقدر الامكان اثناء الصب نتاعك ديما اشتغلي على المنتصف حتى لما بتشتغلي على جناب خليك حاجه بسيطه نتاع نصب شويه ونحركه ممكن بصبعي او نحركه بالعود الخشب ايه. باش اني ما نحاول ما نطلعش لبرا بالنسبه للوحات لكن حتى لو طلعت لبرا تقدري بعدين من الجوانب تكملي اللوحه على حسب الاتجاه نتاع التموج لانتجاك زي ما في اللوحه الاخيره هذيك الزرقاء حاولت نكمل ابيض لما نزلي مشيت على الحواشي ابيض الذهبي لما نزل كذلك ف يعني بالنسبه للنظام الخدمه على الكانفرس جميل حتى لو ساح منك وفي حل اصلا ايه. طبعا تقعدي طبعا عرفتي نتاع ماشيه جايه ترى شو صار فيها يمسك لا ترى جفت لا بتقعدي تراقبي فلما تلقي زي القطرات من اللوطه حتقعدي تمسكي تكمل عليه ايه. هو يتكمل الشغل نتاعك بصراحه عبير بما انه طبعا بصراحه انا كنلقى ما نختمش يعني الفقره بس قبل ما نختم خليكي نستضغيضوا بشره شويه في حاجه هيك حلوه جبتها لي استاذ عبير بكر خيانة ما نعرفوش الموضوع هذا احنا ايه هذه حاجه حق ايه الاكسسوارات انك انت تبي تصنعي بالرايزن مجموعه اكسسوارات عبير استدعى عبير هيك غلط لا وانت يعني تعمدتي لو بتخليها لنهايه الحلقه وعلى الهواء يعني اكيد حتتقطع طبعا هي لابسه لون ازرق حتتقطع هي لابسه لون ازرق وكان في استقبال هي الاولى حنقطع حالها حنقطع حالها البسها قبل ما تكبر الله 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 تعرفي بس بالله عليك ما تدعيش دعوة استني استني شوية تعرفي بنقول لك اسمعي استني شوية الله وخاتم استنيني بعد في المروحة انا مش بنقول لك حتى تعليقة معها بتاع مفتاح ولا تعليق اخمي الحلقة يا ملاك فخلونا خلينا نعرف ونمشي غادي بعدين احنا ملاك اغتيالات لا لو سمحتوا انا معي تروحي معي شكلك اليوم يعني عبير شكرا بالفعل على وجودك معنا وشكرا على السلسلة جبتيها لإكرام اللي احنا ممكن ناخذوها منها بعدين
شكرا ليك. الشكر لكم والشكر لقناه دار من تالي تو تلاقوا في المرواح يا اكرام. طبعا الشكر لكم ما شاء الله، انا حاسه روحي كاني فصت اسرتي. الشكر كذلك لي خالد سلام، نحن نحاول ونطلعوا في كل مره حرفه لمجتمعنا ولنسائنا. هي كيف رشاتك بس قبل ما تكمل والله كيف رشاتك؟ بالله عليك قولي لي. والله ما رشتني، جت لونها ازرق وين نحب اللون الازرق، وهي لابسه ازرق. الله اليوم الحلقه كلها شغل على الازرق. نبي طلع لك حاجه ها صدفه، اسمع مش نقولها حتى المتر تاخذه لان ازرق، انت تخدم حاجه حلوه بتحطها فيه. هيا السلام عليكم مشاهدينا، مش عارفه شو نقولوا مشاهدينا، شكرا لكم ونشوفكم باذن الله في الحلقه الجايه والى اللقاء. يلا رايشك يا اكرم باذن الله. اوكي عادي، خلينا بس نسوي قدام الناس كي كويسين. هذا البرنامج برعاية